عملت قهوة زينة؟ هو في حد في البلد كلها يعرف يعمل قهوة زيي؟ يوه فيه مالك؟ انت شارب حاجة ولا ايه؟ لا شارب ايه؟ ده انا فايق وفايق قوي كمان. طب بعد عني عشان امشي. يا بنت الحلاوة دي والله صرخ ولم عليك الناس. صرخي؟ انا عايز الناس كلها تعرف انك معايا هنا. يعني مش همك؟ مش هممني يا ست جمال. انت مجنونة، انت اللي اتجنيت وباين عليه خلاص مخك ضرب. طب لو قلت لك اني بحبك. بحبك؟ تحب ايه؟ هو انت تعرف تحب؟ اعرف، ما اعرفش ليه. وهتحبني على ايه يا حسرة؟ على مالي ولا على الحسب والنسب؟ على جمالك يا بت. خرب بيتك على بيت حلاوتك. هو انا مش عارفه بقى، انت عامل خاصيه للتليفون ولا انت مديني نمره مضروبه؟ انا بحاول اكلمك من امبارح. خير؟ يعني اولا انا كنت جاي اسد اللي عليا. انا قلت لك اعتبري هديه من عندي. انا والله مش عارفه اقول لك ايه، انا متشكره قوي واسفه مره تانية. اسفه على ايه؟ هو انا متطفله عليك ولا حاجه؟ لا لا ابدا. طيب انت المد معي؟ يعني لو مفيش عندك مانع. انا ندى اسماعيل. عبد الحكيم عبد الجواد. انا هستني في فيلم. انت كنت هنا ليه؟ الصراحه يعني انا ما كنتش نازله هنا ولا حاجه، انا كنت معزومه. كيف يعني؟ بصراحه بقى انا مش عارفه انت هتفكر فيا ازاي، بس انا مش متخيله ان في حد كده محترم زيك الايام دي. بص بقى، انا مش عايزه اخسرك وكمان مش هكدب عليك، انا كنت معزومه مع ناس صحابي نقضي اليوم يعني، وبصراحه بقى اللي كان متكفل باليوم طلع رخم، طلباته اوفر. كيف يعني؟ اوفر يعني. فهمت. لعلمك انت، انا بحب اخرج اتفسح العب، انما ما اصحش زاد عن اللزوم. ايه هو انا تقيله قوي على قلبك للدرجه دي؟ عامه انا متشكره قوي واسفه مره تانية. احنا لسه ما تعرفناش على بعض. انت بتشتغلي؟ لا. امال عايشه منين؟ اهو بقى. لا لازم تشتغلي. ايوه عشان ما تحتاجيش لحد، هو ده الصح. انت عايشه مع مين؟ مع جدتي. مع جدتك؟ فين؟ في مصر الجديده. مصر الجديده؟ مصر الجديده. لعلمك بقى انا من عيله كبيره وكبيره قوي كمان، بس هو يعني الزمن. ايوه مصر الجديده.